करती रात है। हमने कितना कुछ सहा है सही, पर मैं वादा करता हूँ मेरा प्यारी मेरा फर्ज। بعدما تم التأكيد في الآونة الأخيرة أن مسلسل حبيبتي من تكون سيعرف قفزة زمنية، وكذلك خروج كل من النجمين نيلبات وعائشة سين من العرض، علما أن مسارهما سينتهي بطريقة مرعبة، حيث قد تم نشر المقطع الدعائي للأحداث القادمة من المسلسل، والذي يظهر فيه نيل وعائشة مبتهجين للم شملهم أخيرا، وكيف تجاوزها كل العقبات التي ألقتها الحياة عليهم، وسرعان ما يلتقون في المطار وينظرون إلى بعضهما البعض بحب هائل. وقد شهد كذلك في المقطع الترويجي للحلقة التي تظهر أنهما كانا جالسين داخل الطائرة، وعدا كل منهم الآخر بأنهم من الآن لن يضيعوا إلا في حب بعضهما البعض، ومع ذلك سرعان ما نرى طائرتهم تواجه اضطرابا، ويبدو أنها ستتعرض للتحطم. والجدير بالذكر أنها لم تكن حقيقة خفية أن شخصيتهم ستقتل في العرض، وسيتولى الجيل الجديد من الشخصيات باقي الأحداث من المسلسل، كما أنه تفاعلا مع نشر المقطع الدعائي رد أحد المشجعين قائلا: نهاية حزينة على الإطلاق، لكن أين فينو وصفي؟ وكيف ستتحطم الطائرة فجأة ولا أستطيع أن أصدق نهايتهم بهذا الشكل، وذلك بعد وقت قصير من لم شملهم. وقال آخر: أنا أصرخ أخيرا، نحن هنا، وهل كان من الضروري أن تكون نهاية حزينة؟ والجدير بالذكر أن العديد من المشجعين قد تعاهدوا بعدم مشاهدة المسلسل بعد القفزة الزمنية، والغني عن القول أنهم سيفتقدون بشكل رهيب عائشة سين ونيلبات في دور ساي وبيرت. ومع ذلك يقال أن صناع المسلسل قد يعيدون الخطوط الرئيسية للعرض لاحقا. ما تشايا تيري تو آجل مي